أكد قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقوصية أهمية الجامعة كركن أساسي في البناء الذاتي والتكوين المعرفي العلمي للطلاب. وعلى هامش توقيع بروتوكول تعاون للخدمة المجتمعية بين الكنيسة القبطية وجامعة حلوان والارتقاء بالبيئة والنهوض في المجتمعات، أشار البابا إلى أن الأستاذ الجامعي يعد أيقونة ونموذجا للطلاب بما يقوم به في تشكيل فكر الشباب وبناء الثقة مع الطلاب. يأتي هذا بينما أقامت جامعة حلوان حفلة تكريم لقداسة البابا تودروس بالمناسبة. تعبير عن الاهتمام الكبير بالشباب، والشباب هم طاقة الوطن وحيوية الوطن، وممكن أقول إن هم ذرة الوطن، جوهرة الوطن، عشان كده أي خدمة تقدم ليهم بتبقى في محلها تماما. طبعا أنا بخاطب الشباب أساسا، وعارف إن أنا لما كنت طالب في الجامعة كان كل كلمة يقولها أي أستاذ أو أي محاضر يعني بيبقى لها تأثيرها القوي جدا في حياتنا. أنا شخصيا أتذكر حاجات لغاية النهاردة، بل إن في حاجات بتصرف بيها بناء على اللي اتعلمته، مش الصيدلة لكن تصرفات الدكاترة ويانا. عشان كده حبيت أدور على موضوع يساهم في بناء الشباب، اللي هي محركات الحياة. ما الذي يحرك حياتك؟ المعرفة أم الذات أم الجمال أم